إذا بتسمح لي طال عمرك أريد أبلغهم سلام سيدي الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه. جهودك براشد وهمتك نشوف اليوم هذه الكفاءات اللي تشرفنا وتشرف أهلهم وتشرف بلادهم وتشرف عالمهم العربي أيضا. يا مرحبا يا طول العمر، لكن لولا قيادتكم لما صار هذا، وأنا أقول لهم كذلك موفقين والله يوفقكم. من قائد المهمة إلى جميع الأفرقة، المسبار جاهز للإطلاق، وعلى بركة الله يبدأ العد التنازلي. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 إقلاع. انتصال الحركات بالدفع الجانبي. في البداية أود أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وللشعب الإماراتي وكافة المتواجدين على أرض الإمارات الطيبة بمناسبة الإطلاق الناجح لمسبار الأمل. كما عودتنا الإمارات الإنجازات لا تتوقع، ومسيرة التنمية والتطوير تستمر بفضل الله سبحانه. على مستوى آخر، نعمل مع شركائنا الدوليين لإنتاج لقاح آمن وفعال ضد كوفيد-19، ووصلنا بالفعل إلى مراحل متقدمة، حيث بدأ إخوانكم في دائرة الصحة في أبوظبي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح واعد لعلاج فيروس كوفيد-19، وإجراء التجارب على 15,000 متطوع من الرجال والنساء ومن مختلف الجنسيات. نؤكد دائما أن سلامة المتطوع لتجربة اللقاح تأتي دائما في المقام الأول وقبل كل شيء، وأن كافة التجارب السريرية تخضع للضوابط المعمول بها في الدولة والمبادئ التوجيهية الدولية الصارمة اللي نصت عليها منظمة الصحة العالمية. نحن ندعو أفراد المجتمع للمشاركة في هذه التجارب الواعدة، وقد قمنا بتخصيص خط ساخن للرد على أسئلة المتطوعين وتقديم الدعم لهم أثناء عملية إجراء التجارب، كما وفرنا عيادات متنقلة لضمان سهولة الوصول إلى المتطوعين الراغبين بالمشاركة في برنامج التجارب. أخواتي إخواني، ندعو الله سبحانه أن تكلل التجارب بالنجاح، فدولة الإمارات ولله الحمد وجهة مثالية لمثل هذه الاختبارات، لأنها تحتضن أكثر من 200 جنسية من دول العالم. هذا التنوع الكبير يتيح للقائمين على اللقاح إجراء أبحاث مفصلة، ويسهم في تعزيز جدوى التطبيق العالمي للقاح حال نجاح التجارب. إن شاء الله سنستمر في إطلاعكم على النتائج والمستجدات. إلى ذلك الوقت نتمنى للجميع الصحة والسلامة، ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى. يسرنا أن نعلن لكم اليوم أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة مترين، بالإضافة إلى الاستمرار على جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها مسبقاً. كما تم تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق لجميع الصلوات ما عدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020. بعد تقييم الوضع والتنسيق مع الجهات المعنية، تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل وتبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة. كما نعلن عن جواز مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بشأن حكم حصر الأضاحي بتوكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة، لذا ننصح بدفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجهات الخيرية الرسمية في الدولة بذبحها وتوزيعها، أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية بالأضاحي، أو عن طريق المسالخ التي تحددها السلطات المحلية. كما يمنع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي، وسيتم مخالفة كل من يتعامل معهم، وذلك لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.
ونود التنويه بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند توزيع الأضحية بين الأهل والأقارب والجيران حتى لا تكون سبباً في نقل الفيروس من شخص إلى آخر. مهرجان لي وللرطا في دورة 16 هذه السنة الوحيدة اللي بيكون فيه المهرجان مختلف نوعا ما عن المواسم السابقة بسبب جائحة كورونا. ارتأت اللجنة المنظمة أن يقتصر هذا المهرجان على المتسابقين فقط. اليوم عندنا مسابقات رطب وفواكه فقط بدون جمهور. إن شاء الله راح نحاول نقل كل صغيرة وكبيرة في المهرجان في تقييم في التحكيم. إن شاء الله راح يكون متواصلين عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق التلفزيون. هذه السنة تم إضافة أشواط خاصة لمزارع العين وهي صنف الخلاص والفرط، بالإضافة إلى إضافة فاكهة التين التي بدأت في الانتشار عندنا في الدولة. اليوم المشاركات الحقيقة يعني تفرح، بالرغم من أن هناك فيه إجراءات والصحة والسلامة اللي يقوموا بها القائمين على المهرجان، ولكن ولله الحمد المشاركات من مختلف إمارات الدولة. لدينا مشاركات من الفجيرة، من رأس الخيمة، من الشارقة، من العين، من دبي، فنتمنى لهم التوفيق. عندنا فئات أخرى اللي هي اليوم أول فئة اللي هو فئة التين، فئة التين الأحمر وفئة التين الأصفر. سلة فواكه الدار حقيقة أيضا من المسابقات المهمة ما شاء الله ناجحة، وهذا طبعا دليل واضح على أن تربة الإمارات ولله الحمد يعني تجود فيها الأنواع. أجمل سلة اللي هو أجمل مخرافة، هاي طبعا السنة المنافسة تقريبا 112 منافسة، هي يعني الجائزة التراثية تختلف عن طبعا سلة الفواكه مثل ما احنا قاعدين نشوف من خلال المسابقة هذه. بعد مايتنا هالظروف ظروف كورونا قعدنا طبعا احنا في البيت، لا ندفع رواتب ولا عندنا شغل، كل الحال يعني توقف. يعني اتصال من عند مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، قالوا لي نبى منك 200 وجبة وبندعمك من العيش اللي هو الرز، الغاز،
للطحين شو اللي تحتاجينه؟ صراحة وقفوا معانا. بعد هذا الاتصال بالعكس صارت مثل الخلية، صرنا نشتغل نحضر، صار إني أقدر أدفع رواتب عمال، قمت أجيب عمالة زيادة عندي. الشيء الثاني بعد ما الله رزقني والناس جربت عندي الوجبات، ما شاء الله قامت تزيد عندي الوجبات لألفين وجبة. أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يحفظه على هالدعم اللي دعمنا إياه، وأشكر بعد مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية إنها ياسة تدعم كل بنت إماراتية.